السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم العسل بواحد الطريقه سهله وبسيطه، غيصدق معك من اول مره. مي غتبغي تصاوبيه غادي يوجد معك. غنبداو على بركه الله، غادي ندوزو للمقادير. هنا عندي كوكوط، كناخذ هنا السنيده ديال 2 كيلو، باكيه فيها 2 كيلو ديال السنيده. صافي كنخويها كلها بحال هكا، وكنزيد عليها اطرو ديال الماء. انا عبرت بهذه القرعه، انا غنوريكم القرعه فيها اطرو. عبرت هنا اطرو ديال الماء، اصلا هذه القرعه كتهز اطرو ديال الماء. صافي خويته كله على السنيده بحال هكا. اللي بغى يخدم بالقالب ديال السكر يخدم به، انا كنخدم بهاد السنيده، يعني من شحال هادي دائما كنخدم بهاد الطريقه، وكيصدق معايا وكيجيني دائما، يعني ما من اول مره كيخدم كيصدق ليا. صافي من بعد ما خويت الماء حركته بحال هكا، غير حركته، اللي بغى يحركو هي هذيك، اللي ما بغاش ماشي ضروري. صافي غير حركته بحال هكا كله. من بعد غنزيد الحامض، قطعته طرونش صغار، درت هنا ثلاثة حامضة قطعتها بحال هكا دوائر، وزدتها درتها بحال هكا حيت العظام اللي كان فيها. هنا خديت اتاي درته في زيف، يعني نقي، عندي هاد الزيوف كنخدم بهم، هاد الزيف نقي بحال هكا. خويت فيه اتاي تقريبا واحد 2 معلقات صغار. صافي وغادي نعقدها بحال هكا شكل كموسة، غندير ليها كموسة، كنعقدها بحال هكا. اللي ما بغاش يدير اتاي ويدير القرفة يديرها، غير انا دائما كنخدم بهاد الطريقه، دائما كندير اتاي. اما تا ديال القرفه تا هو كيجي زوين، القرفه الا بغيتو ديروها ما بغيتوش ديرو اتاي، ديرو عود ديال القرفه. صافي درتها بحال هكا، وغنسد عليها الكوكوط، غنحطها فوق البوطه، غتصفر تقريبا جايه ربع، غير تخليوها غير شي شويه تهبط الاوتولوت. صافي طفيو عليها، كنخليوه بعد ما كنطفيو عليها كنخليوه يبرد تقريبا واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع حتى كيبرد. صافي وكنحلو عليه. دابا انا كنحيد طرونش ديال الحامض، هانتوما شفتوهم كيكون هاد الطريقه بحال هكا. الحامض راه غيبان لكم في الحامض انه باين انه العسل صادق، يعني عاقد هو هذاك، يعني نخدمو به الشباكيه، حيت الا كان جاري ما غيبقاش لاصقين في الشباكيه. مي غنصوبوها بحال هكا، كيبان بحال الحامض، كيبان بحال ندير في العسل. صافي كنحيد هاد الكموسه ديال اتاي، هانتوما شفتو كيجا اللون ديالو وجا ثقيل، يعني تخدموا به مع الشباكيه غادي يلصق لكم في الشباكيه ويجيكم ثقيل. انا هذا ما رديتو لا فوق البوطه لا والو، كما قلت لكم ربع كتفوت ربع غير شي شويه، تقريبا واحد 2 شرطات حتى 3 بحال غدا الاوتولوت. صافي وكنطفي عليه وكنخليه حتى يبرد، كيجي بهاد الطريقه بحال هكا ثقيل ويخدم معكم، يعني يلصق لكم في الشباكيه. كاين داك النوع العسل اللي كيكون شويه جاري كديريه في الشباكيه، صافي من بعد كتولي الشباكيه ناشفه ما كيبقاش فيها العسل. هذا لا ثقيل وكيلصق في الشباكيه، وغتجيكم الشباكيه معسله. وهي هذيك، ها نتوما شو اللون، حتى اللون كيجي زوين، حتى القرفه الا درتوها غيجيكم اللون بحال هكا. ها نتوما شو كيجي الشكل ديالو خاتر وثقيل. غير تبعوا هاد الطريقه من الاول حتى الاخر، غادي يجيكم العسل هو هذا. وما تنسونيش من جيم وتابوناو عندي فضلا وليس امرا، وشي كومونتير الى عجبكم الطريقه اللي درت. بالصحه والراحه.